السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من كورس تعليم اللغة الإنجليزية. في الحلقة دي احنا إن شاء الله هناخد أمثلة على الكلام اللي احنا درسناه في الحلقة الأولى، هناخد محادثات قصيرة زي ما تعودنا إن شاء الله. بنبدأ بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني مثل فلق الصبح يعني واضحة جدا، ظاهرة جدا، يعني زي ما بيشوفها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام زي ما بتحصل بالظبط. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغيره وهو التعبد، يعني بيتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ينزع إلى أهله يعني يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب يقعد لوحده ويتعبد في غار حراء، ويقعد ليالي كتير وأيام كتير قبل ما يرجع لأهله. وبعد كده لما يرجع بياخد من السيدة خديجة رضي الله عنها ويرجع الغار تاني حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يعني ضمني. ثم أرسلني يعني سبني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد. يرجف فؤاده يعني طبعا من الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ده مش عيب إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من منظر زي دوت، لأن أنت تخيل أشجع واحد أنت تعرفه وقاعد في غار في كهف لوحده في حتة يسمع عنه ولا حد يسمع بيه، ويجي له ملك على صورته، على صورة الملك. الله أعلم، أنا مش دارس، الله أعلم هي كانت على صورته ولا لأ، فنرجع فيها لأهل العلم يعني. بس يجي له حد غريب وبالقوة دي، وبيضمه بيكلمه كلام هو مش فاهمه، ولغاية يعني في رواية النبي عليه الصلاة والسلام كان مفكر إن ده الموت، فأكيد طبعا يرجف فؤاده طبعا. هم ليه ده أقل حاجة يعني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو ما كانش له قلب شجاع يعني، بالتالي لو واحد زيي أو زي. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني، ودي سبب سورة يا أيها المزمل. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: آسف، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، يعني ربنا ما يخزيكش، ربنا ما يوقعكش في ضيق أبدا، يعني إنك لتصل الرحم. تحمل الكلة في بعض المعاني بتاعته، تحمل الكلة يعني حد مش قادر بتساعده، وتكسب المعدوم بتتصدق وبتدي فلوس للناس اللي معاش، وتقري الضيف بتكرم الضيف، وتعينه على نوائب الحق، يعني ما يكون حد عنده مهمة أو مصيبة أو بتقف جنبه. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني كان نصراني على دي، وكان يكتب عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كان بيعرف يكتب لغة اليهود، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس أنزل الله على موسى، يعني هذا جبريل. الناموس كان اللي هذا اللفظ يطلق على سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. يا ليتني فيها جذعا، ليتني جذعا يعني شابا جلدا قويا، يعني ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: او مخرجيهم؟ قال: نعم، لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عود يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني بعد كده بشوية ورقة بن نوفل توفي وفتر الوحي، الفترة اللي هي كان الوحي انقطع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
معلش لو الحديث طويل شوية، بس ربنا يجعله في ميزان حسناتنا إن شاء الله. نبدأ نخش في الدرس على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد أمثلة النهاردة على المحادثة. فطبعا تعال نشوف أول جملة هتتقال إيه. How are you doing؟ يعني إزايك عامل إيه؟ Hi, how are you doing؟ وساعات بتقال بطريقة بسرعة فممكن أنت متفهمش أقول إيه. فمثلا حد يقول إيه Hey, how you doing man؟ Hey, how you doing؟ كده مثلا، أو Hi, how you doing؟ How are you doing؟ فبتلاحظ أما الكلام كله يدخل في بعضه ما بنوقفش على كل كلمة، زي بالعربي بالظبط أما بنتكلم، ما بنوقفش، ما بنقعدش نفسر كل كلمة ونطلع مخارج الحروف وكده، فبنتكلم على طول. فبقول Hi, how are you doing؟ فرد I am doing great. How about you؟ خلي بالك كلمة great ما اسمهاش greet، خلي بالك يعني. وتاني حاجة ما بننطقش الري ما بتتنطقش في الإنجليزي، وده مش دلع زي ما كنا قلنا قبل كده. دي مش دلع يعني، ما بننطقش الري، فما تقولش I am doing great. great دي يعني تقريبا كده مديها على أسباني شوية. هقول I am doing great، يعني لو أنت ألدغ بالصدفة كان بها، مية مية. لو مش أنت ألدغ حاول تتلدغ. I am doing great. How about you؟ I am doing great يعني فلة، يعني أنا مية مية، يعني أنا كويس. How about you؟ دوت يعني طب وأنت؟ إيه أخبارك؟ ماذا عنك؟ باللغة العربية الفصحى ماذا عنك؟ في طريقتين عشان تقول ماذا عنك دي، فممكن تقول How about you؟ وممكن تقول What؟ What about you؟ فنقولها تاني I am doing great. How about you؟ يعني أنا رد عليه قال له Not too bad. تو اللي هي تي او او، نفس النطق بتاع تو تي او، ونفس النطق بتاع تي دبليو او تو اللي هي رقم اتنين. سيبك من النطق، تي او او معناها ايه؟ تو معناها ايه؟ فيري، معناها فيري، معناها جدا. ف not too bad مش وحش قوي، مش وحش قوي، not too bad. طيب دي معناها ايه؟ يعني ايه مش وحش قوي؟ يعني هو قصده ان هو وحش ولا كويس ولا ايه؟ يعني انت قصدك يعني شغال. ايه اخبارك؟ الحمد لله، زي ما بيقول كده بالعربي الحمد لله. لا انت قلت ايه؟ لا انت قلت وحش ولا قلت حلو، not too bad يعني. طيب يا سيدي، رد عليه قال Do you come to this restaurant often؟ يعني تقريبا اللي قد حصل في مطعم، فبيقول له يعني انت بتيجي المطعم ده كتير. خلي بالك ان انت كلمة often دي O-F-T-E-N لها نطقين، وممكن تقول often. انا شخصيا بفضل often لاني اتعلمتها الاول، وبعد كده لما عرفت التانية often خلاص عرفت ان في ناس بتقولها often، وبعد كده لقيت ان often وoften الاثنين يعني يعتبر 50% و50% في الاستخدام، مفيش واحدة فيهم شائعة أكتر من التانية، فاللي أنت تفضله فيهم شغال عليه. وممكن تقول Do you often come to this restaurant؟ ممكن تحط often بعد you، ممكن تحطها في الآخر. ما بنشتغلش بقواعد، اعرف استنباط، والاستنباط دي هتركب على بعضها تلاقي نفسك في الآخر عندك حاجة اسمها flow في اللغة، يعني عندك تدفق في اللغة، مش تدفق اللي هو يعني هيبقى عندك ان انت هتقدر تتكلم ان شاء الله من غير ما تعرف القواعد، الا اذا كنت انت عايز تدرسها لحد، وتلاقي نفسك كلامك ان شاء الله مظبوط لما تعرفش اصلا تقول غلط. يعني انت هتيجي لو حاولت تتكلم غلط مش هتعرف. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم Do you come to this restaurant often؟ يعني بالك ما بنقولش restaurant، بنقول restaurant. restaurant rest، خلي بالك اللي R-E-S-T معناه ايه؟ استراحة، rest، ودي تقريبا اصل الكلمه جايه منها يعني. فبتقول rest وبعد كده بتجر بقيه الكلمه، فتقول restaurant، ما تقولش restaurant. restaurant Do you come to this restaurant often؟ تعال نشوف قال له ايه. دي قال له حاجات كتيره الراجل ده رغاية. فقال له I have been here a couple of times but I have been up to. لو انت الانجليزي بتاعك انت لسه في البدايه فممكن الكلام ده بالنسبه لك يبقى فرنساوي، يعني ايه اللي بيقوله ده؟ مش فاهم حاجه، وده طبيعي جدا. يعني لو انت لقيت نفسك ما انتش فاهم اي حاجه من اللي بيتقال انت المفروض تفرح، لان في حاجات جديده بتتعلمها. والا لو انت مش عايز تتعلم حاجات جديده اقفل إيه الفيديو دوت واتفرج على فيلم عربي ولا حاجه ونام يعني، صح؟ انما لما يبقى في حاجات جديده تفرح ان انت في حاجات جديده جديده. مش عايزين نتعلم الانجليزي الاكاديمي اللي بتلاقيه في الكتاب تطلع بره ما تلاقيش اي حد بيتكلم الكلام اللي انت اتعلمته خالص. نتكلم الكلام ان شاء الله اللي انت تاخده النهارده تتكلم بيه بكره لو عندك فرصه يبقى شغال معاك. طيب فبقول له I have been here a couple of times، يعني انا جيت هنا قبل كده كذا مره. I have been here a couple of times. I انا have been
have been، لما تيجي تلاقي كلمة have been دي في كلمة معناها إن أنا قبل كده عملت كذا كذا كذا، تمام؟ فبنقول I have been، أنا قبل كده here، I have been here يعني قبل كده جيت هنا، a couple of times، a couple of يعني كذا كذا، لو قلت a couple of people كذا حد واقف، a couple of weeks كذا أسبوع، a couple of years كذا سنة، تمام؟ a couple of books، a couple of books كذا كتاب، a couple of times مرة، twice T-W-I-C-E twice مرتين، three times ثلاث مرات، a couple of times كذا مرة، ما قلتش بقى هي مرة اتنين تلات، فقال له I have been here a couple of times، أنا جيت كذا مرة. But خلي بالك إن الـ apostrophe دي، الكوما دي مش apostrophe I'm sorry، الكوما دي بتبقى قبل but مش بعدي. But I don't come on، but بس I don't come، أنا ما بجيش، on a regular basis، بشكل منتظم، regular يعني منتظم. Basis لو أنت خدت كلمة basis دي لوحدها وحطيتها في القاموس ولا حاجة يطلع لك إن هي أصلها كلمة base B-A-S-E معناها قاعدة أو أساس، خلينا نقول إنها على أساس، فهتقول on a regular basis يعني على أساس منتظم، يعني بشكل منتظم زي ما إحنا بنقول. But I don't come on a regular basis، but يعني أنا مش قاعد هنا كل يوم يعني. What have you been up to؟ Have you been؟ خلي بالك إن أنت كلمة have been اللي إحنا قلناها فوق، have been يعني بتعمل كذا حاجة، يعني بدأت تعمل كذا حاجة من زمان ولغاية دلوقتي، يعني عملت قبل كده كذا حاجة ولسه بتعملها. فبقول له what have you been up to؟ يعني إيه أخبارك؟ يعني أنت عايز أقولها لك بالعامية، بس إحنا ما بنقولش الكلام ده عندنا بالعامية. يعني يعني الكلام على إيه؟ بتقول الدنيا عاملة معاك إيه؟ أو أنت بقالك يعني أنت What have you been up to؟ يعني من الآخر يعني زي ما انت حد بتقول له بالإنجليزي how about you؟ وانت أخبارك ايه؟ what have you been doing recently؟ انت حديثا يعني انت ايه اللي في دماغك؟ ايه اللي شغلك؟ انت الكلام على ايه؟ زي ما بنقول يعني. انا معلش لو مش عارف اقولها لك بالعربي صح، بس هي معناها لو انت بالإنجليش بتقول how are you doing recently؟ يعني انت مؤخرا أخبارك إيه؟ تعال نقرأ الأربع سطور دول مع بعض تاني. فهو قال له I have been here a couple of times but I don't come on a regular basis. What have you been up to? مرة تانية. I have been here a couple of times but I don't come on a regular basis. What have you been up to? أنا جيت هنا كذا مرة بس مش دايما باجي، يعني مش بشكل منتظم. أنت إيه بقى أخبارك؟ I am pretty busy at work these days but otherwise everything is great. يا دي النيلة، ايه يا عم الكلام الجديد الكبير دوت؟ هو مش كبير يعني، ان شاء الله هيبقى سهل عليك. I am يعني انا، pretty pretty دي P-R-E-T-T-Y، خلي بالك ان في فرق بين البي والبي، فدي pretty مش pretty، وخلي بالك انها E P-R-E، فمنقولش pretty بالآي، نقول pretty يعني، فنقول I am pretty busy. I am pretty دي معناها لها معنيين، pretty لو قلت الواحدة you are so pretty يعني انت جميلة قوي، ودي في الجمال بتبقى اقل من beautiful، فلو قلت واحدة you are so beautiful احسن ما تقول لها you are so pretty. تاني معنى الكلمة pretty اللي تلات معاني او اكتر، فتاني معنى الكلمة pretty دي لو انت قلت لواحد يعني you are so pretty boy or he is a pretty boy اسف مش معناها ان الولد ده جميل، لا يعني انت تقول له الواد ده فافي، يعني you are pretty boy يعني يا عم اقعد ساكت، اقعد على جنب كده، ده كلام رجاله، اقعد انت على جنب يعني. you are pretty boy يعني ايه؟ ده واد فافي شويه يعني. بنقولها برضو بالانجليزي نانسي بوي، نانسي اللي هو ان اي ان سي واي، وبرضو تقولها سيسي بوي، خلينا في كلمه واحده بتقول pretty boy يعني he is so pretty or you so pretty يعني انت فافي انت شويه يعني. تالت حاجه بقى اللي هي مستخدمه النهارده دي pretty معناها very، يعني pretty busy يعني مشغول قوي. فبتقول بقى I am pretty busy at work these days يعني أنا مشغول قوي في العمل، في الشغل بتاعي these days. إيه بقى كلمة these دي؟ أنا أعرف this T-H-I-S معناها this، إيه these دي بقى؟ يتضح إن في هذا بالعربي وفي تلك بالعربي برضو وفي هذه وفي حاجات كتيرة، فthis معناها دوت،
These معناها دول. These دول. This لو قلت this day اليوم ده. This week الأسبوع ده. This month الشهر ده. These دول. فبتقول these days لأن days جمع. فبتقول I am pretty busy at work these days. دي الأيام دول في الشغل بتاعي. كوما but كوما but خلي بالك إن كوما بتيجي بعد قبل but. But otherwise everything is great. إيه بقى كلمة otherwise دي بقى؟ otherwise معناها ما عدا ذلك. وممكن تقول other than that. other اللي هي O-T-H-E-R than T-H-A-N that T-H معناها وما عدا ذلك. وممكن تقول زي ما احنا بنقول دلوقتي otherwise but otherwise everything is great. كل حاجة تمام. يعني بيقول له أنا مشغول قوي اليومين دول في الشغل بس ما عدا ذلك يعني كله تمام. طيب فرد عليه قال له well have a good evening. well يعني بالعربي كده طيب ماشي تمام. يعني تقول له طيب قشطة تمام have a good evening ليلتك سعيدة يعني أو دي طيب have a good evening يعني خلاص خلصنا الكلام يعني زي ما بتقول لواحد مبسوط ان انا شفتك وسلام عليكم باي باي. فبتقول له ايه well have a good evening يعني بالعربي بتاعنا طيب خلاص تمام فرصة سعيدة. هو ما قالوش فرصة سعيدة هو قال له have a good evening معناه ايه طيب يعني استمتع ببقية اليوم بتاعك بقى يعني خد يعني اتمنى لك ليلة سعيدة بس انا بقولهاش بالعربي كان هنقولها بالعربي طيب فرصة سعيدة well have a good evening. فرد عليه قال له yeah you too yeah yeah دي يعني هي اللي هي yes yes تمام وبتتقال بالسلانج باللغة العامية yeah يعني زي ما احنا قلنا كده يعني طيب you too انت كمان yeah you too. تعالى نرى الحوار كله مع بعضه تاني من الأزرق رقم واحد البرتقالي رقم اتنين وهكذا يعني. فنبدأ بقول له ايه hi how are you doing I am doing great how about you not too bad do you come to this I have been here a couple of times but I don't come on a regular basis what have you been up to فرد علي قال I am pretty busy at work these days but otherwise everything is great well have a good evening yeah you too. طيب دي اول ده اول ايه محادثه هناخد محادثه كمان هما محادثتين النهارده نشوف طريقه تانية. بدا هو الاخ ده قال له ايه it's nice to meet you my name is jack it's nice فرصه سعيده ان انا قابلتك مبسوط ان انا شفتك مسررت بلقائك my name is jack اسمي جاك. I am steve it's pleasure to meet you I am steve it's pleasure to meet you pleasure برضو من دواعي السرور nice to meet you pleasure to meet you Good to meet you. Wonderful to meet you. I am happy to have met you. كله بنفس الكلام. فبتقول I am Steve. It's pleasure to meet you. What was your name again? قلنا في الحلقة الأولانية أنت لو في حاجة أنت ما فهمتهاش يعني هو قال له I am Steve. هو ما سمعش كلمة Steve كويس أو الراجل قالها بسرعة. في حاجة إحنا قلنا أنت ممكن تقول What was that again? فاكر What was that again? إيه دوت؟ فهو هنا قالها له برضو قال له what was your name again what was your name again يعني قول لي اسمك تاني لو سمحت فقال له steve طيب يا سيدي قال له so steve what do you do for a living قال له طيب يا ستيف انت so steve what do you do for a living so steve what do you do for a living قال له I work at the public library how about you I work at the public library how about you I work at, I work in, I work for التلاتة زي بعض فبقول له I work at the public pa الأولانية pa التانية ba public I work at the public library the library وده مش عيب يعني محدش يعني احنا مش في فيلم Matrix فاكر انت فيلم Matrix يعني محدش هيوصل دماغك بالكمبيوتر وكذا تكه كده على لوحة المفاتيح يحمل لك قاموس اكسفورد في دماغك وتعرف تنطق والفونكس بتاعك نطقك يبقى تمام اي حاجه بتيجي بالتعلم فما تيأسش فبتقول I work at the public library في ناس ممكن تيجي تنطقها تلاقي نفسك بدات تغني فتقول library وناس كتير يعني انا مدرس انجليزي فناس كتير من اللي انا بعلمهم انجليزي سواء اذا كانوا عرب او غير عرب فبيجي عند حاجه من اللي هي فيها كذا كذا ار ورا بعضيها دي زي كلمه library
لسانه بيتخبط فيها شويه. فلو حصل معاك اعرف ان انت زيك زي اي حد تاني ومش انت لوحدك يعني. فبالتأكيد دي public library. How about you? How about you? انت ايه بقى؟ فاكر احنا قلنا ممكن تقول how about you، ممكن تقول what about you. I work at the public library. How about you? فقال له I am a university student. خلي بالك كلمة الحرف ال A دوت، في ناس كتير بتقول A. I am a university student. مفيش حاجة اسمها A، هي اسمها A. A B C D E A. تمام؟ بسرعة بتبقى شكلها انها A بس هي مش A. يعني لما تيجي تقولها بسرعة تقول I am a university student. I am a university student. I am a university student. بس لو انت قلتها بالراحة، بس لو انت قلتها بالراحة هتبقى لازم تقولها صح، فتقول I am a university student. 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 أنا طالب جامعة. فرد علي قال له شغال تمام. That's great. It was nice meeting you. خلي بالك احنا قلنا ممكن تقول nice to meet you. لو ما قلتش to بتحط ال ing، فبتقول it's nice أو it was nice meeting you. لو انت قلت to هتقول it was nice to meet you. لو ما فيش to بتحط ال ing، بتقول that's great. It was nice meeting you. فرد علي قال له yeah. It was pleasure meeting you. Take care. خلي بالك برضو ما حطناش to فحطينا ال ing، فبتقول pleasure meeting you. ما فيش to بتقول meeting you. Yeah, it was pleasure meeting you. Take care. تعال نقراهم بسرعة بطريقة عادية، الأزرق وبعد كده البرتقالي. It's nice to meet you. My name is Jack. I am Steve. It's pleasure to meet you. What was your name again? Steve. So, Steve, what do you do for a living? I work at the public library. How about you? I am a